السعودية تستفز الانتقالية عسكريا بهذا التحرك اليوم. تفاصيل خطيرة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بدأت المملكة العربية السعودية من جديد تحركات تسعى بنظر المراقبين إلى استفزاز المجلس الانتقالي الجنوبي عبر إرسال تعزيزات عسكرية إضافية اعتبرها الجنوبيون غير مبررة، ودفعت القوات السعودية مساء اليوم بتعزيزات كثيفة إلى عدن لقوات درع الوطن التي تبنت إنشاءها منذ مطلع العام 2022، وجهت منها حتى الآن 12 لواء. وأفادت مصادر عسكرية ومحلية متطابقة بأن عشرات الأطقم التابعة للجيش السعودي وصلت إلى عدن بعد عبورها منفذ الوديعة في محافظة حضرموت، موضحة أن التعزيزات الواصلة لقوات درع الوطن التي تعمدت السعودية تجنيد منتسبيها من محافظات الجنوب وألحقتها برئيس مجلس القيادة الرئاسي بقيادة يعقوب سيف صالح. يأتي هذا التصعيد من جانب السعودية عقب أسبوعين على تحريك تعزيزات مماثلة إلى كل من شبوة، حضرموت وعدن في مسعى اعتبره مراقبون يهدف إلى شق الصف الجنوبي. يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا وصعدت سياسيا وعالميا ضده بتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبد الله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لإعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب إخماد القضية الجنوبية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.